Can we have the Philly, please? The Phillies?
إذن عدد المهرات المشاركات في هذه الفئة هو 9 مهرات. ويبدأنا الآن في الخروج من أرض الميدان المهرات والأخرى لنعود ونستقبل أولى المهرات المشاركات في هذه الفئة. تمنيتنا لجميع المهرات المشاركات التوفيق والفوز. We wish all the best and good luck for all the fillies in this class. Can we have the first filly, please? Thank you.
Next Philly, please. كانت في هذه الفئة أصبحت جاهزة لدينا الآن للمهرة رقم 33 دي أم الماسة وهي ملك السيد مشاري الشمري. ونبدأ بالهوية العربية 19 ونص 19 19 19 ونص 19. الرأس والرقبة 19 ونص لثلاثة حكام 20 19. الجسم 18 لثلاثة حكام 18 ونص 18. القوائم 15 ونص 15 15 ونص 15 15 ونص. الحركة 19 ونص 19 19 19 ونص 19. المجموع هو 91.30. The total points for Philly number 33 DM الماسة is 91.30. Next Philly, please. Compasión
المهرة رقم 35 مريم المزوم. مريم هي ملك السيد سعود الغريب. ونبدأ بالهوية العربية. 19 18 ونص 19 19 19 ونص. الرأس والرقبة 19 لكل الحكام. الجسم 17 ونص 17 ونص 17 ونص 18 18. القوائم 15 ونص 15 15 ونص لباقي الحكام. الحركة 19 ونص 19 ونص 19 20 18 ونصف. المجموع هو 90.40. The total points for filly number 35, مريم المزوم, is 90.40. Next filly, please. Next. نتيجة المهرة رقم 39 مزن البراق, وهي ملك مربط البراق. ونبدأ بالهوية العربية. 19 19 19 ونص 18 ونص 19.
الرأس والرقبة 19-19-20 18.5-19 الجسم 17.5-18.5 18.5 17.5 القوائم 15.5-15.5 16.5-16 الحركة 18.5-19 19.5 18.5 19 المجموع هو 90.40 the total points for filly number 39 مزن البراق is 90.40 أما الآن مع نتيجة المهرة رقم 42 ترنيم. ترنيم هي ملك العدوان أريبيانز. ونبدأ بالهوية العربية 19.5 19.5 19.5 لباقي الحكام. الرأس والرقبة 20 20 19.5 19.5 20 الجسم 17.5 17.5 18 18 17.5 القوائم 15.5 15 15 15.5 لباقي الحكام. الحركة 15.5 18.5 لـ3 حكام و 19 19.5 المجموع هو 89.30 إذن المجموع النقاط للمهرة ترنيم هو 91.3 The total points for filly number 42 ترنيم is 91.3
إذن ترنيم حازت على أعلى النقاط إلى الآن وهو 91.30 مما يضعها في الصدارة المؤقتة إلى الآن. أما نتيجة المهرة رقم 43 أصايل جود وهي ملك مربط أصايل، ونبدأ بالهوية العربية. 19-19-19.5-19 لباقي الحكام الرأس والرقبة، 19-19.5-19.5-19 الجسم، 18 لكل الحكام القوائم، 15-15-16-15.5-15.5 الحركة، 18.5-19.19 لباقي الحكام. المجموع هو 90.40. The total points for أصايل جود number 43 is 1, 2, 3. Next, Philip, please. نتيجة المهرة MH نجلة رقم 44 ونبدأ بالهوية العربية. 19.5 لكل الحكام الرأس والرقبة، 19.5-19.5-19.5-19.5 الجسم، 18-18.5-18.18.5 القوائم، 15.5 لكل الحكام الحركات، 19-19 لثلاثة حكام و 18.5-19 المجموع هو 91.50 وهي أعلى النقاط
التي سجلت إلى الآن مما يضعها في الصدارة المؤقتة. The total points for MH نجلة number 44 is 91.50. Good for first place so far. Philip, please. Thank you. أما الآن مع نتيجة دلال الهيفي المهرة رقم 45 وهي ملك السيد هيفي علي الهيفي. ونبدأ بالهوية العربية. 18.5 18.5 18.5 19 18.5. الرأس والرقبة 18.5 18.5 19 19 18.5. الجسم 18 17.5 17.5 18 18. القوائم 15.5 لأربعة حكام و15. الحركة 18.5 لثلاثة حكام 18 و18.5. المجموع 88.90. The total points for دلال الهيفي فيلي number 45 88.90.
أما الآن مع نتيجة واي اتش عجايب المهرة رقم 46 وهي ملك السيد يوسف حاج الهدية. ونبدأ بالهوية العربية 19.5 19.5 19.5 19.5. الرأس والرقبة 19 لكل الحكام الجسم، 18 لكل الحكام القوائم، 15 15.5 15.5 14.5 14.5. الحركات 19.5 20 19.5 20 20. المجموع هو 91.10. The total points for filly number 46 YH عجايب is 91.10. إذن وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الفئة وبانتظار نتيجة آخر المهرات في هذه الفئة. نشكر لجنة الحكام. We thank the judges. عزانا الحضور هناك في الجهة المقابلة أو المعاكسة لجهة المطاعم. هناك أعمال يدوية مستوحاة من الثقافة العربية والتراث العربي، وأيضا هناك لوحات فنية تعرض، وأيضا هناك عرض رسم مباشر للوحات الفنية. اللي يحب يشوف هذه اللوحات ويشوف هذه الأعمال الجميلة موجودة في الجهة المقابلة أو المعاكسة من المطار. إذا نتيجة آخر المهرات المشاركات في هذه الفئة جودي الأصايل. جودي الأصايل هي ملك السيد عبد الرحمن إبراهيم الهادي رقم 47. نبدأ بالهوية العربية 19 19 18 19 19. الرأس والرقبة 19 19 18 19. لباقي الحكام الجسم 17 18 17 18 17. القوائم 15 ونص 15 ونص 15. لباقي الحكام الحركة 19 19 18 19 19. المجموع هو 89.40. The total points for the last filly in this class, جودي الأصايل number 47 is 89.40.
إذن النتائج جاهزة الآن، والمهرة الحائزة على المركز الأول هي MH نجلة رقم 44. First place it goes to MH نجلة فيلي نمبر 44. المركز الثاني لترنيم رقم 42، وهي أيضا حازت على أفضل رقص. Second place it goes to فيلي نمبر 42 ترنيم، and also she won with the best head. المركز الثالث دي ام الماسة رقم 33. Third place it goes to دي ام الماسة number 33. المركز الرابع ل واي اتش عجايب رقم 46. Fourth place it goes to number 46 واي اتش عجايب. المركز الخامس لأصايل جود رقم 43. Fifth place it goes to أصايل جود number 43. أما المركز السادس لمريم المزون رقم 35. Sixth place it goes to مريم المزون number 35. أما المركز السابع لمزن البراق رقم 39. Seventh place it goes to مزن البراق number 39. هذه الفئة هي برعاية الحمد أريبيان ستاد، وهو الراعي البلاتيني لهذه الفئة. And we would like to invite His Excellency, the German Ambassador, Kuwait, فالتتويج سوف يكون من قبل سعادة السفير الألماني لدولة الكويت. إذن المهرة الحائزة على المركز الأول هي MH نجلة رقم 44، وهي ملك السيد محمد القحطاني. First place it goes to filly number 44 MH نجلة owned by Mr. محمد القحطاني. ألف مبروك لـ MH نجلة. المركز الثاني حازت عليه المهرة ترنيم رقم 42، وحازت أيضا على أفضل رأس، وهي ملك السيد، وهي ملك المهان أريبيانز. Second place it goes to ترنيم number 42 and she won with the best head. أما المركز الثالث حازت عليه المهرة رقم 33 دي ام الماسة ملك السيد مشاري الشمري. Third place it goes to فيلي نمبر 33 دي ام الماسة
أما المركز الرابع حازت عليه المهرة رقم 46 واي اتش عجايب. واي اتش عجايب نبارك لي السيد يوسف حجي حج الهدية. Fourth place it goes to واي اتش عجايب number 46. المركز الخامس حازت عليه المهرة رقم 43 أصايل جود ملك السيد خالد نغيمشي. Fifth place it goes to أصايل جود number 43. أما المركز السادس حازت عليه مريم المزون ملك السيد سعود الغريب 35. Sixth place it goes to مريم المزون number 35. أما المركز السابع حازت عليه المهرة رقم 39 مزن البراق وهي ملك الود أريبيا. 7th place it goes to فيلي نمبر 39 مزن البراق. نبارك لجميع المهرات الفائزات في هذه الفئة. And we would like to thank His Excellency, the Ambassador of Germany in Kuwait. Thank you.